إذن عن ما قاله قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين إن لجنة التحقيق في العراق أدوات من أدوات الفساد وطمس الحقيقة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن مرحبا بكم. يعني ما الأسباب التي دعتكم في بيانكم لاعتبار لجان التحقيق في العراق أداة من أدوات الفساد؟ حياكم الله أخي الكريم وتحية للمشاهدين الكرام. لجان التحقيق في العراق هي التي مهدت لعملية الإفلات من العقاب بالنسبة للمرتكبين، ولا سيما المرتكبون الذين هم من المشاركين في العملية السياسية التي فرضها الاحتلال منذ 2003 وحتى اليوم. فالنتيجة أن هذه اللجان هي التي تسببت بتنصل المرتكبين والجناة من مسؤولياتهم القانونية والجزائية والجنائية. فالنتيجة لدينا أداة هي أصبحت لجان التحقيق. ولجان التحقيق بنفس الوقت هي لجان تعمل بسرية تامة، وهنا يعني يكون الأمر مريب جدا، لأنه هذه السرية تعني أنه الأمر لا يتم إعلان أسماء أعضاء اللجان ولا النتائج التي أفضت إليها التحقيقات. كل هذا الأمر ليس من يعني إلا أن يكون ممنهجا أنه لا أحد منذ 2003 وحتى اليوم من المشاركين في العملية السياسية تقدم إلى القضاء. علما أن الجميع يعترف بأنه متورط بملفات فساد ومتورط بقتل العراقيين المدنيين ومتورط بهدم المدن وسقوط المدن بيد تنظيم داعش. دكتور، على سبيل المثال للحصر، يعني مثلا الفاعلون كانوا معروفين مثل مجزرة سارية، جامع سارية في محافظة ديالى، لكن هنا من له المصلحة في طمس الحقيقة وعدم ظهور أي نتائج جرائم أحدثت ضجة في العراق؟ من له المصلحة في ذلك؟ طبعا أخي يعني البحث عن المستفيد هو يدل أو خارطة الطريق باتجاه الوصول إلى المرتكب. فهنا المستفيد أو الذي له مصلحة من طمس الحقيقة وتغييب الأدلة وضياع حقوق الناس وهدر دمائهم هم المرتكبون أنفسهم. فلدينا يعني مسألة واضحة، حتى هنالك قضايا وجرائم وحشية لا تحتاج أصلا إلى لجان تحقيق، لأنه الأمر واضح جدا والجاني يعني يوثق بنفسه الجريمة التي يرتكبها، وال يعني منصب الجاني معروف وهوية الجاني معروفة. ولكن مع الأسف الشديد هذا الذي يحصل في العراق هو تنصل الجنات وإفلاتهم من العقاب طيلة هذه أو طوال هذه السنوات العجاف التي مرت على العراق منذ 2003 وحتى اليوم. دكتور، من يقرأ البيان ربما يفسر أن لجان التحقيق مثل ما قلتم في البيان أهدافها سياسية أكثر منها حقوقية، هل هذا التخريج صحيح؟ أخي الكريم، هو يعني طبيعة ما أفضت إليه اللجان وهو يعني لا شيء. لم تفعل هذه اللجان شيئا، لم تقدم شيئا للضحايا، لم تضع أو تشخص الجهات المرتكبة للانتهاكات والجرائم وملفات الفساد الكبرى حقيقة في العراق. علما أؤكد هنا أن
الفاسدين والقتلة والمجرمين يوثقون بأنفسهم ويعترفون جهارا نهارا أمام الناس، لكن بالمقابل يتم غض النظر ويتم تسويف والالتفاف على الحقائق، وكأنما المراد من اللجان هو كسب الوقت وإعطاء الجاني أو المتورط بملفات فساد إعطائه الوقت الكافي لترتيب أوراقه وشراء ذمم الناس وحتى الهروب خارج البلد. وهنالك طبعا يعني على ما أقول أدلة، آلاف الأدلة وآلاف الحالات التي حدثت في العراق طوال العقدين الماضيين. طيب. دكتور أيمن، يعني موضوع عدم ظهور نتائج واضحة للجان التحقيقية في العراق، هذا يقودنا إلى أنه نشكك بنزاهة واستقلالية القضاء. هل هذا التفسير منطقي؟ هل هذا التخريج مضبوط؟ أخي، أول من يشكك بنزاهة القضاء هو المجتمع الدولي الداعم للحكومات المتعاقبة المتحكمة في العراق منذ 2003، وهنالك أدلة على ما أقول كثيرة، فضلا عن أن القضاء في مواطن كثيرة أثبت أنه قضاء مسيس، قضاء تنعدم فيه الاستقلالية ولا حياد فيه ولا لا يتسم بالنزاهة والمهنية في العمل. طبعا لا يخلو الأمر من قضاة يعني يحترمون أنفسهم، لكن الأغلب هم قضاة مسيسون مؤدلجون جاءوا لتنفيذ مخططات وتنفيذ رغبات الأحزاب المتحكمة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.